تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 12 سبتمبر 2017، والمقدمة اللي بقولها كل مرة وباختصار شديد، هدف الخدمة دي لأخوف حد، لأقول التاريخ الفلاني هيحصل فيه كذا أو تحقيق النبوة الفلانية كذا. لأ، هدفي الوحيد إن نخلي بالنا. ربنا بيدينا علامات عشان نتيقظ يقظة روحية، نكون مستعدين زي كنت ما بتكلم في سفر الرؤيا، نكون أحقاقنا ممنطقة وأحذيتنا في أرجلنا روحيا مستعدين باستمرار، سواء المسيح جه النهاردة أو جه القرن الجاي. جه النهاردة بركة كبيرة، جه القرن الجاي اللي يسلم وديعته النهاردة ولا بكرة برضه يكون مستعد عشان الظلام اللي بيزيد. ده هدف الوحيد. ربنا قال لنا علامات كتيرة فعلا بنراها قدام عينينا، قال لنا على حروب، أخبار حروب، أو أخبار حروب يعني تترجم ممكن يعني تهديدات بحروب، زلازل، الزلازل هتزيد في نهاية الأيام اللي محدش يقدر ينكرها، مجاعات، أوبئة، مخاوف، علامات عظيمة في السماء، علامات في الشمس والقمر والنجوم وغيرها، حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتيان في سحابة بقوة ومجد كثير. ليه ربنا قال لنا على كل الحاجات دي؟ واحد، عشان ما نخافش في زمن العالم هيبقى مرعوب من اللي بيحصل، ويستمر العالم يتساءل هو إيه اللي حصل؟ وليه الدنيا ابتدت تتقلب بالمنظر ده؟ الحاجة التانية عشان نؤمن بصدق الكتاب المقدس اللي سبق واخبرنا ان ده هيحصل بدقة وهو بيحصل قدام عينينا في زمن بيشككون في الكتاب المقدس وكل كلمة فيه، اعتقد بوضوح اصبحت للأسف. والحاجة التالتة وهي دي الأساس عشان نخلي بالنا ونستعد لحياتنا الروحية ونعيش في يقظة روحية زي ما قال ربنا، متى ابتدأت تكتمل امتى؟ بقول ملناش دعوة، هو قال لنا لما تبتدي تخلي بالكم، ارفعوا راسكم من فوق لأن نجاتكم تقترب. علامات في السماء، على فكرة في ناس كتيرة مشغولة بحاجات أرضية ومشاكل أرضية وما خدتش بالها الكوارث اللي بتحصل في الفضاء. عبور مذنب كبير لامع في سماء شمال غرب أمريكا، ده عدى من غير ما حد ياخد باله منه. جسم فضائي غريب يضيء سماء ليل في بي سي في كندا، ده من راشن تايمز، بص منظره كان قوي ازاي. اكتشاف ثقب اسود كيب اكبر من الشمس بمئة الف مرة قرب مركز مجرة درب التبانة، ده من راشن تايمز. يوم 6 سبتمبر الشمس اطلقت انفجار شمسي عملاق اتقيم لدرجة 9.3، متخيلين؟ اكس 9.3 كلاس. يمكن الناس مش واخده بالها بس ده كارثه. نشكر ربنا ان هو بعيد كان عن اتجاه الارض ولكن فعلا سبب انقطاع لموجات الراديو. الانفجار ده والاشعه اللي طلعت منه اثرت على موجات الراديو واثرت، وزي ما سجل كثيرين، اثرت على مزاج اشخاص. ناس كتير منكم يمكن يلتفت نظرها دلوقتي ان في ناس ما عرفتش تنام، في ناس كانت متعكننة، في ناس كانت متضايقة بتصدع. الموضوع ده في أطباء كتيرة بيقولوا إن ده كان ليه تأثير، وده اعتبر رقم 14 من أقوى انفجار شمسي سجل في التاريخ، والكلام ده من ياهو نيوز. ده أثر على مزاج ناس كتيرة، على صحة ناس كتيرة، على البرسوناليتي والشخصيات، بالإضافة طبعا لتأثيره على موجات الراديو وغيره. ده من ياهو نيوز. طبعا للأسف الناس كتيرة كانت مشغولة حتى مش بتسمع عن الحاجات اللي بتحصل دي. مساحة الانفجار اللي حصل ده ضخمة جدا مقارنة بالأرض. دي الأرض مقارنة بالانفجار الشمسي اللي كان حجمه كل ده قدام حضراتكم، متخيلين؟ الانفجار ده أضعاف 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 الأرض كحجم، عشان كده قيم ان هو رقم 14 من قوة الانفجارات الشمسية. وبعدها بأربع أيام انفجار شمسي آخر قوي يوم 10 سبتمبر اتقيم بفئة 8، أقل من اللي فات ولكن لا زال يعتبر قوي. هذا الخبر قدام حضراتكم، ده حصل 10 سبتمبر. يوم 5 سبتمبر 40 كرة نارية، جسم فضائي زي ما قال نجوم السماء تتساقط، وقع من السماء للأرض، من الفضاء للأرض أهو، ده في يوم.
يوم 6 سبتمبر 27 كرة نارية في يوم واحد، يوم 8 سبتمبر 31 كرة نارية، وأصبح محدش يقدر ينكر أنه عدد نجوم السماء أو الأجسام السماوية اللي بتتساقط على الأرض زاد زي ما قال الكتاب المقدس هيحصل. يوم 9 سبتمبر 19 كرة نارية، يوم 10 سبتمبر 22 كرة نارية. بقي نسمع الموضوع ده كل يوم قدام حضراتكم، مش ده اللي قال لنا الكتاب المقدس هنسمع عنه؟ على فكرة موضوع ان الناس تبتدي تخفي نفسها، في ناس بدأت تصاب على الأرض من الكرات النارية اللي بتقع على الأرض من الفضاء. الطقس طبعا حضراتكم عارفين الدنيا كان شكلها ايه الأسبوع اللي فات. إعصار كابتن إيرما اللي وصل لمعدل أكتر من 180 ميل في الساعة، سجل رقم أكبر من 286 كيلومتر في الساعة، متخيلين؟ نشكر ربنا أنه هو أضراره على البشر كانت قليلة. سكان بعض المناطق في فلوريدا كانوا تم أمرهم بالإخلاء مباشرة، أيضا إخلاء بالإجبار لسكان السواحل في جورجيا. فلوريدا كانت فضيت من البنزين والمياه العذبة، وده تعب سكان أكتر، ده من فوكس نيوز. خبراء الأرصاد يوم الأربع اللي فات حذروا من التأثير الكارثي لإيرما في فلوريدا، وأصبح أقوى إعصار يعبر منطقة الكاريبي مسجل بهذه الطريقة، وده من ميامي هيرالد. The strongest Atlantic hurricane outside of the Gulf area. الخبراء قالوا لو كان في، هو انت عارفين الأعاصير فئة 1 2 3 4 5، قالوا لو كان في فئة 6 كانوا قيموا إعصار إيرما بهذا التقييم. للأسف هريكين إيرما محى أو يعني دمر حاجات كتيرة في جزيرة، في جزيرة بربودا، في طريقه دمر أكتر من 90% من المباني. نشكر ربنا ان هو ما عملش الكلام ده في فلوريدا. دمر اكتر من 90% من المباني في هذه الجزيره، ده من نيويورك بوست. هريكين ايرما قتل 8 اشخاص في جزيره سانت مارتن، ده من رويترز. ايضا هريكين ايرما ده ضرب كوبا بامواج وصل ارتفاع الامواج 36 قدم. قتل 6 رغم الاستعدادات، أستاذ صفوة، الناس كانت مستعدة والناس كانت تم إخلاءها والناس بعدت والناس تحصنت، ورغم كده برضو قتل ناس، ده ما جاش فجأة. تهجير الكتير وإخلاء ما يقرب من 5 مليون شخص من جنوب فلوريدا، أو طلبوا منهم لكن مش كلهم أخلوا، والملاجئ امتلأت وفاضت، ده من ميامي هيرالد برضو. يعتبر إيرما إعصار لا يتكرر إلا كل قرن اللي هيعد على فلوريدا، لكن أعتقد قوته ضعفت قوي لما وصل لفلوريدا، كان حاجة كويسة. وأيضا نشكر ربنا عدى لأنه كانوا خايفين، كان في مفاعلين نوويين في جنوب فلوريدا في طريق إيرما. 4 سفن حربية وآلاف الجنود أرسلوا للمساعدة في إعصار إيرما، وده من واشنطن بوست. وقالوا ان هو ممكن يقطع الكهرباء عن مناطق في ايام وشهور. هريكين ايرما قد يسبب العديد من الاعاصير، توقعوا بذلك وفعلا حصل، سبب تورنيدو لمس الارض. واعصار ايرما من قوته جذب بعض المياه من المحيط للشواطئ، ودي صور بعض المناطق في الشواطئ في المحيط فاضيه من الميه. بعض المناطق خطروا بحياتهم عشان ياخدوا صور شخصية مع إعصار إيرما، سيلفي. الناس مش عارف حصل لها إيه، يبقى الإعصار شديد وممكن يموتهم ويقف بس يتصور وإعصار ورا. الناس كانوا يعني إيه اللي بيعملوه ده؟ خبر مضحك معلش كده في النص. الشرف بتاع فلوريدا حذر المواطنين إنهم يبطلوا ضرب النار على إعصار إيرما، وقال لهم لما تقعدوا تضربوه بالرصاص ده مش هيخليه يمشي، مش هيخليه يبتعد. It's not gonna turn around.
الناس كانت بتضرب الإعصار بالنار. anyway مش عارف أقول. للأسف في إعصار آخر باسم هوزي اللي هو يعني هوشع، بدأ يتكون يوم الثلاث اللي فات، وغالبا هيتبع مسار إرما اللي أصبح إعصار من فئة خمسة، لكن هوزي لسه أضعف من كده. هوزي يوم الخميس اللي فات اتحول لفئة ثلاثة، والمنطقة الكاريبية تستعد لخراب أكتر من اللي تعرضت له. بص الخراب حصل إزاي. وثلاث أعاصير في الأطلنطي لأول مرة من فترة طويلة مع بعض، هو هوزي وإيرما وكاتيا، ده من فوكس ناين. ثلاث أعاصير ورا بعض، أيام ما كاتيا كانت في الخليج وداخلة على المكسيك، إيرما كانت بتعدي على الكاريبي، وهوزي كان بيتكون. كاتيا وهو أصبح إعصار من فئة 2 يتجه للمكسيك. طبعا الناس كانت مشغولة في أمريكا فما سمعتش الخراب اللي بيعمله في المكسيك. بالفعل كاتيا قتل 2 في المكسيك اللي ما كانتش حتى لسه فاقت من آثار الزلزال أبو 8 وشوية اللي كان مدمر. ده من لوس أنجلوس تايمز. يوم 2 اللي فات إيرما ترك نص فلوريدا بدون كهرباء، بس ده كان مؤقتا، ده من فوكس نيوز. على فكرة إيرما عمل كوارث أقل بكتير من اللي كانوا متخيلين هيعملها، فنشكر ربنا. قتل 5 أشخاص في فلوريدا رغم كل الاستعداد اللي تمت والتحذيرات، ده من ABC نيوز. إيرما يقيم إنه سابع أقوى إعصار يضرب أمريكا، وآدي الأعاصير اللي مسجلة أرقام قياسية. الأول اللي جه في سنة 1935 إيرما يعتبر رقم 7 من حيث القوة ساعة ما ضرب أمريكا، لكن يعتبر من الأقوى في وقت ما ضرب الكاريبي. رياح غريبة حيرت علماء الطقس، مش فاهمين إيه اللي بيحصل في سان فرانسيسكو. رياح قوية قوي في بقعة توصل سرعتها ل 54 ميل في الساعة، والبقعة اللي جنبها ما فيهاش رياح، خلت علماء الطقس متحيرين من اللي بيحصل. طلبات صلاة فعلا اترفعت واتطلبت لأن آلاف يعني اتضرروا، أيضا طلب صلاة لأن آلاف يهربوا من 80 من حرائق الغابات مشتعلة في الغرب. فموقع CBN كان بيقول للناس يعني صلوا. على فكرة نص أمريكا أو جزء من أمريكا بيغرق والجزء التاني بيتحرق من عدم المطر. الأخبار في أمريكا تقول أن الطبيعة أصبحت برية وايلد، يعني فرياح وحرائق وفيضانات وزلازل، كله ده مع بعض في نفس الوقت بيضرب. ناس كتيرة بتقول يعني من الملحدين يقول لك هو إلهكم ليه سامح بالكلام ده؟ طب مش إلهنا خلى مسيحيين كتير يحذروكم من موضوع الشواذ اللي يخلي الطبيعة ترفضكم وتتقلب عليكم؟ الزلازل انتم مش متخيلين برضو اللي حصل ايه الاسبوع اللي فات، برضو ناس كانت مشغولة بالاعاصير وما خدتش بالها الكوارث اللي حصلت في الزلازل. كنا نسمع عن 30 زلزال يقيم قوي في السنة، ده لغاية 2007 و2008. الزلازل القوية المؤثرة تتعدى على الصوابع في السنة. بصوا لو هقوله لكم ده مش في 10 سنين ولا في سنة، ده في اسبوع واحد. يوم الثلاث اللي فات 49 زلزال بسيط، كتير منهم 5 فما فوق. يوم الأربع اللي فات 45 زلزال في يوم، منهم 6.1، رقم 6 ده كان نادر، بينا دلوقتي نسمعه مرة كل أسبوع وبقينا نسمعه تقريبا أكتر من مرة كل أسبوع. يوم الخميس 47 زلزال، منهم 8.1 في المكسيك. ايه رأيكم؟ وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة اللي فات 86 زلزال في يوم واحد، كتير منهم 5 فما فوق. يوم السبت 76 زلزال في يوم واحد، منهم 5.7. يوم الحد 69 زلزال، منهم 5.9. يوم الاثنين 61 زلزال، و
الأرقام شغالة بتزيد، الزلازل فعلا بتزيد وبقت عظيمة. الأسبوع ده بس، أنا لا أتكلم على سنة، أنا بتكلم على أسبوع، حصل في الزلزال في الأسبوع ده 1916 زلزال، في ما بين متوسط وقوي، متوسط يبدأ من 2.5 وقوي يبتدي من 4.5، 450 زلزال. والأسبوع ده بس حصل فيه زلازل قوية 113 زلزال قوي في أسبوع، في 7 أيام. متخيلين في 7 أيام الأسبوع اللي فات ده بس حصل 113 زلزال قوي، 4.5 فما فوق اللي يقيم زلزال قوي. إيه رأيكم؟ ده أسبوع. قارنوا الكلام ده ب 2008 بنفس الوسائل المقياس ونفس الإعلام والساتلايت والكلام ده. طلعوا لي الأرقام دي من 2008. إيه رأيكم؟ 113 زلزال قوي في أسبوع واحد. مش ده اللي قال لنا الكتاب المقدس هنسمع عن زلازل عظيمة وفعلا شفناها زادت في العدد والقوة؟ الأسبوع ده 3 زلازل فوق الستة، ومنهم واحد من الثلاثة دول ده لا 6 ولا 7، ده 8.1. تعرفين ريختر بيمشي بنظام التضاعف، يعني 5.1 ضعف 5، 5.2 ضعف 5.1، زلزال 6 10 أضعاف 5، زلزال 7 20 ضعف 5، زلزال 8 30 ضعف 5. أقوى زلزال في 100 سنة ضرب المكسيك، ده من نيويورك تايمز، الزلزال أبو 8.1، قتل لغاية يوم الجمعة اللي فات 61 شخص وفي ازدياد كان الرقم. متخيلين؟ زلزال اليابان اللي هو أبو 6.1 سبب خسائر. أستراليين استيقظوا على ارتعاشات أرضية غريبة، ولكن خبراء الزلازل قالوا لهم لا مفيش زلزال اتسجل، فمش عارفين إيه اللي بيحصل، إيه الرعشة دي. تيار الزلازل يستمر في إيداهه، أكتر من 200 زلزال من 2 سبتمبر وحتى الآن في منطقة واحدة اللي هي منطقة إيداهو، كل دي زلازل من 2 سبتمبر لغاية دلوقتي أو لغاية امبارح. البراكين اللي زادت، أخوي الحبيب جامايكا جيمس إزاي حضرتك؟ يوم 11 سبتمبر اللي كنا نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة، يوم 11 سبتمبر 6 براكين في يوم، كل دول براكين يوم 11 سبتمبر. إيه رأي حضراتكم؟ يوم 10 سبتمبر اللي هو يوم الحد، بعد ما أصدق حضراتكم، كل دي براكين نشطة في العالم، ده في يوم، ده مش في 100 سنة ولا في 10 سنين ولا في سنة، ده في يوم، كل دي براكين نشطة. 10 سبتمبر 2017 من فولكانو ديسكفري. Just map of today active volcanoes. موت الكائنات الجماعي اللي يعني عد ولا حرك. يوم 23 أغسطس موت مئات من الأسماك في شاطئ في المكسيك. في نفس اليوم موت أكثر من 300 من حيوانات مختلفة بسبب فيضانين متتاليين في الهند. أيضا في نفس اليوم موت أكثر من 1000 من البط في شاطئ في كندا. شط كالعادة البط يقع ميت من السماء. المنظر اللي كان غريب جدا من 3-4 سنين ودلوقتي بقى حاجة معتادة. يوم 25 أغسطس موت آلاف من الأسماك في نهر في إندونيسيا. بص المنظر. يوم 29 أغسطس موت مئات الآلاف، وهو يساوي بالوزن أطنان كتيرة من الأسماك في شاطئ في إنجلترا. ده من ميل أونلاين. الكائنات بتموت في كل مكان في العالم. يوم 30 أغسطس موت الآلاف من الأسماك في محمية طبيعية في ألمانيا. في نفس اليوم موت كم ضخم من الأسماك في نهر في تايوان.
كل ده على مرمى البصر سمك ميت في الشاطئ، مئات الأطنان سمك ميت. مخاوف في تكساس بسبب مواد سامة ملوثة حصلت في مع مياه الفيضان. الأوبئة أيضا اللي زادت، وبينا نسمع عن أوبئة غريبة، إنسان يبقى ماشي دلوقتي يتقرص ببعوضة يموت، بعوضه يسبب عدوى يظهر في مناطق جديدة، وده من نيويورك تايمز. فيروس هيربس أصبح قاتل يهدد قشريات البحرية حول العالم. السناجب الحمراء في بريطانيا مهددة بسبب فيروس قاتل، ده من الاندبندنت. أخبار الحروب اللي مش راضية تهدى، والتهديدات بحروب اللي زادت قوي. كوريا الشمالية تحذر بأن هدية آتية إلى الولايات المتحدة قريبا. بوتين مرة تانية يحذر أن الكارثة بتاعت كوريا الشمالية اللي خلاص أصبحت على شافة يعني الحافة اندلاع حرب عالمية ثالثة، قد تنتج دمار عالمي كبير وفقد لكم ضخم من الأرواح. بيقول الحرب دي اللي هو ابتدت دي في ناس كتيرة قوي هتموت فيها، ده من الجارديان. أوروبا قلقة لأنها في مدى إصابة الصواريخ بتاعت كوريا الشمالية النووية، فكيم جون آن لو حب يبدأ حرب هيضرب الكل بما فيهم أوروبا، ويقدر يوصل لأوروبا بالصواريخ النووية بتاعته. الجيش الصيني يتدرب على هجوم مفاجئ فوق المياه قرب كوريا، ده من وكالة رويترز. طب ليه كده؟ ده الهدف مرة تانية مش عشان ربنا يحرق الروم ويحرق الناس، لكن الهدف علشان خاطر الناس تخلي بالها ان ده الظلام اللي بيسود في العالم، تخلي بالها ان الكتاب المقدس الكلام اللي قاله اهو بيحصل قدام عينينا، هو ده الغرض. الجيش الامريكي في كوريا الجنوبية يدرب جنود على احتمالية اي هجوم نووي او كيميائي، وده من راشن تايمز. ترامب يأمر الجيش بإسقاط أي صاروخ من كوريا الشمالية عند إطلاقه لو متجه لهاواي أو جوما أو أمريكا، أي صاروخ هيطلع من كوريا الشمالية ترامب طلب منهم أن يوقعوه لو هيتجه لناحيته. كوريا الشمالية تستخدم نظام متابعة للقنابل الكهرومغناطيسية فضائي، ده كارثة على فكرة. فعلا كوريا الشمالية لو هجوم بتاعها ما كانش نووي لكن هجوم بإلكترومغنيتك ونجحت فيه، ده هتضر العالم قوي. كوريا الشمالية أول مرة في العالم تهدد باستخدام قنابل كهرومغناطيسية. طبعا فرحانين بالتجارب اللي بتنجح. أمريكا تحرك مئات القوات مخاوف من تجربة كيم جون آن يوم الحد. أمريكا واليابان يقوموا بتدريب عسكري بسبب الخوف إن كوريا الشمالية هتعمل تجربة نووية جديدة، وده من جريدة ذا صن البريطانية. الآن دور روسيا، فيعني اشمعنى كوريا الشمالية هي اللي تقوم بكل التجارب دي؟ فلاديمير بوتين يطلق صواريخ كتجربة من غواصة. أيضا بوتين يرسل آلاف القوات لأوروبا، والكريملين ينفي خطة لاحتمال بولندا. طب يرسل القوات ليه؟ لأنه أوروبا حاسة أو حلف الناتو حاسس أن خلاص روسيا هتدخل بولندا في القريب العاجل. بحث يوضح أن هناك أكثر من 50,000 جهادي مسلم طبعا متعصب يعيشون في أوروبا. إيه رأيكم أوروبا اللي فتحت أبوابها لمثل هؤلاء؟ داعش تطلب من معاونيها أن يسمموا الطعام في السوبر ماركت ويهاجموا مباني إيواء متضرري سواء هارفي أو غيره. خلي بالكم من النقطة دي أساتذتي الأحباء، I really mean it. أنا عارف إن الخبر ده لما تفهموا أبعاده هتعرفوا إن هو كارثة إزاي.
داعش دلوقتي بتقول للمسلمين المتعصبين اللي بقوا في أوروبا وفي كل مكان عارفين يعملوا إيه؟ يدخل سوبر ماركت، هو ماسك حقنة مليانة مواد سامة مركزة، يفضل يعدي يحقن الحاجات ويمشي. تيجي الأم غلبانة تشتري أكل لأولادها، سواء خضروات، فواكه، معلبات، الأكل مسموم، تاكله الأسرة وتموت عشان كفرة. انفيدلز بالنسبة للمسلمين. إيه رأيكم في الإسلام الخسيس؟ المسلمين داعش دول ما عندهمش شرف ولا نبل حتى في الجهاد، دي خسة في الحرب. أنا شايف إن ده فعلا بذاءة، إن يكون ده أسلوب الحرب بتاعتهم. طب الطفل اللي هيتسمم ده ذنبه إيه؟ بالفعل خبراء يهود يحذروا من إن هجوم داعش الجديد في الغرب سيكون عن طريق تسميم، يسمموا الأطعمة في المولات وفي السوبر ماركت، يعدي المسلمية الإرهابي ده يسمم الأكل علشان الغرب اللي فتحوا لهم بلادهم ودخلوهم واستضافوهم وادوهم مرتبات وشغل يموتوا. ليه؟ عشان كفرة ما بيؤمنونش برسولهم. هيستفاد ايه؟ مسلم ده اللي هيستفاده، يفرح الشيطان إلهه الأكبر. ده الكاميرات ما تكشفهمش أستاذة ليديا، اللي بيقلب في فواكه مين هيشوف إذا كان بيعمل حاجة بسرعة؟ حزب الله يرد على التدريب الإسرائيلي ويقول حزب الله: نحن مستعدون لأي غباء إسرائيلي. حماس تبدأ تنتشر في لبنان كمان، ده من أروس شباب. إسرائيل تفجر مصنع لتصنيع الأسلحة الكيميائية في سوريا، وده من الجارديان. سوريا تروح تشتكي للأمم المتحدة، فسوريا تطالب الأمم المتحدة بأن تتخذ موقف ضد إسرائيل، ده من أروس شباب. نتنياهو يشكر الأمن الإسرائيلي الداخلي الذي أحبط 70 خطة إرهابية إسلامية في شهرين يوليو وأغسطس بس. الأمن الإسرائيلي أحبط 70 محاولة إرهابية إسلامية في شهرين. حقيقي بصراحة أمن بيدافع عن شعبه حتى لو لم تتفق معهم فكريا ولا غيره، بس الناس دول يهمهم الشعب، الراجل ده يهمه الشعب. يا ريت دولنا تعمل كده، يا ريت يبقى هدفها الشعب مش تحمي أسلحتها بالشعب. أخبار عامة: العنف يبدأ في جزر الكاريبي بعد نفاذ الطعام بسبب الأعاصير. بدأت طبعا الانقلابات والفيولنس والكلام ده كله، ده من نيويورك تايمز. إحصاء يوضح 27 كارثة حدثت فقط في آخر 30 يوم. متخيلين؟ إحنا مش متكلم على كارثة ولا اتنين، 27 كارثة على سطح الأرض حصلت في آخر شهر بس، بعضهم دخل في التاريخ. رئاسة الاتحاد الأوروبي يطالبوا بنظام مراقبة على الإنترنت زي الصين. انتوا عارفين الصين دلوقتي بتتعامل إزاي في الإنترنت، مفيش حاجة اسمها حرية. الاتحاد الأوروبي عايز يعمل كده برضو. مؤيد للشواذ، اكتب براحتك، برافو. مؤيد للإسلام عشان ما عندكش إسلاموفوبيا، يلا براحتك. لا، كونزيرفاتيف محافظ عايز تتكلم تقول إن الكلام ده خطية، لا ممنوع، يتقطع لسانك. مفيش بقى حرية تعبير. شركة ائتمان تتعرض لتهكير إلكتروني يؤثر على 143 مليون عميل، ده النظام العالمي. اكتشاف أختام تلقي الأضواء على الفترة الزمنية للهيكل الأول. علم الآثار على فكرة شغال بروعة، يثبت الكتاب المقدس، رغم إن في كتير من اللي شغالين فيه مش مسيحيين. علم الآثار شغال من أروع ما يكون، يشهد لصدق كل حاجة قالها الكتاب المقدس تاريخيا. الخبر ده هيهم حضراتكم رغم ما اتكلمناش على الموضوع المفضل بالنسبة لكم أسبوعيا اللي بتستنوه من أسبوع لأسبوع، هو التطور، لكن الخبر ده هيعجبكم. اكتشاف خطوات بشرية قديمة تضع تحدي لقصة التطور. إيه اللي حصل؟ العلماء اكتشفوا أثار خطوات بشرية في جزيرة أوروبية. أوبس، ده مش أفريقيا،
أقدم من جد اللي خلفه تيتالوسي بأكتر من مليون سنة. أرضي اللي هي أقدم من لوسي، أرضي اللي المفروض من 4.4 كان لسه الرجلين بتاعتها قردة. حفيدتها اللي من 3.5 و3.25 مليون سنة لوسي بدأت رجليها قال إيه؟ بدأت تاخد شكل الأقدام البشرية. لقيوا أثار أقدام بشرية طبيعية من 5.7 مليون سنة، وده اتنشر فين؟ في جريزة صفراء؟ لا، ده physics.org. Fossil Footprints Challenge Established Theories of Human Evolution. شكرا يا بتعوت التطور اللي بيدرس في الجامعات، يا ترى هيرد على الموضوع ده؟ عارفين هيرد يقولك ايه؟ Aliens، كائنات فضائية نزلت ماشية حافية، أصلها ما صدقت الجزمة الفضائية كانت مضايقاها ولا كان فيها شوكة، فأول ما نزل على الأرض قلع الجزمة الفضائية وتمشى حافي. ما علينا، اليمن ما بين حروب وأوبئة ومجاعات، فهي على حافة الانكسار، زي الخبر لما لقوا تريلوبايت في قدم جزمة إنسان خشب من زمن في طبقة كامبريان، اللي بيدعوا ان هي من 500 وشوية مليون سنة، والكامبريان التريلوبايت المميز للكامبريان، فقالوا ايه؟ كائن فضائي. ايوة كائن فضائي نزل وماشي بشبشب زنوبة، اصل الفضائيات جايين 500 مليون سنة عشان عشقين يلبسوا شبشب زنوبة على الارض، ده اللي كانوا يعني عايزينه وحلمهم يتحقق. ما علينا، اخبار اقتصادية. فيما الفيدرالية تكاد أن ينتهي النقود فيها بسبب كارثة هارفي وإيرما كانت داخلة وراها. اضطهاد المسيحيين اللي زاد قوي، الإرهابيين، أنا آسف على الخبر ده، المسلمين يقطعوا رؤوس 4 مسيحيين في كينيا. إيه رأيكم في الإسلام الإرهابي اللي بيعملوا زي الرسول، اللي ما بيتشفوش وما بيشبعوش إلا لما يشوفوا الدم؟ أيضا قتل 20 مسيحي نيجيري على يد الإرهابيين المسلمين في نيجيريا. فعلا هيظن كل من يقتلكم أن يقدم خدمة لإلهه، الشيطان الأكبر. بسبب مضايقات الحكومة الفلبينية للمسيحيين، يقولوا رئيس الأساقفة الكاثوليكي للكهنة، وكلمة رائعة ربنا يقويه، لابد أن أبشر بالمسيح حتى لو قتلونا. على فكرة المسيحية بقت مضطهدة في العالم كله. مدرسة أمريكية ابتدائي في فيرجينيا تمنع الصلاة قبل الأكل في الكافيتيريا. ليه؟ مجموعة إلحادية مش عاجبها، ما يصلوش، اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي ما يصليش. ليه تمنعوا الأغلبية عشان خاطر الأقلية؟ فين العدل في ده؟ ليه الحاجات دي حتى ما بيتاخدش فيها تصويت ويمشوا مع رأي الأغلبية؟ اشمعني في الحاجات دي يطلع قرار مفيش تصويت؟ تساؤل، هل اليوتيوب يستهدف المسيحيين والمواقع المحافظة بسياسة الدعاية الجديدة؟ ده سؤال بيطرحه بعض وسائل الإعلام بعد أنه واضح أن اليوتيوب أصبح بيضطهد المسيحيين والمحافظين. مفيش حاجة اسمها بيئة حرية رأي، فعلا اتفق العالم على الرب وعلى مسيح. الانحدار الأخلاقي اللي زاد قوي، اختراع برنامج ذكاء صناعي يقول الشخص إيه من صورته، هل هو مستقيم ولا شاذ. حتى لو هو مستقيم، لكن لو الكمبيوتر طبعا اللي بيفهم أحسن من الإنسان قال له أنت شاذ يبقى لازم يبقى شاذ. ده من الجارديان. إيه رأيكم؟ عقاب لأولياء أمور مسيحيين اعترضوا على أجندة تعليم الشذوذ لأولادهم في المدارس الإنجليزية. إزاي وإزاي؟ طب لو دول ما عندهمش ليه حرية تعبير؟ مش معنى الشواذ بس اللي عندهم حرية تعبير يعلموا العيال. وسائل الإعلام الإسرائيلية بتقول نحن نرى كل الكوارث مع بعض، شايفين كسوف مع أعاصير قوية مع حرائق ضخمة مع زلازل قوية مع تسونامي. ده مش مسيحية، ده إسرائيلية اللي بتقول الكلام ده، ده جرائد إسرائيلية. ويقولوا إيه؟ هل دي نهاية الأيام؟ Is it the end of the days? Eclipse, hurricanes, wildfires, and now earthquakes and tsunamis. كل دول بيقولوا مع بعض. فحتى الإعلام
بيتساءل هو إيه اللي بيحصل في الأرض. طبعا أضيف عليها مش بس الكلام ده، سمك البحر بيموت، حيوانات البر بتنزع، وأيضا البراكين اللي زادت، والأوبئة اللي بقت في أماكن، وعلامات في السماء. كل ده إيه رأيكم في الأسبوع ده؟ لو واحد بعد ما سمع كل اللي بيحصل على الأرض بالأسبوع ده وما قامش وقف قدام ربنا وقال لي ربنا فعلا عايز أبدأ بداية حقيقية، حياة روحية قوية معاك، وانت فعلا لفت نظري يا رب ان انا اخلي بالي من حياتي الروحيه عشان لو جيت في اي وقت اكون مستعد، او لو ابن الهلاك بدا في اي وقت الانسان يكون مستعد، او لو الانسان سلم ودعته في اي وقت وقف قدام ربنا يكون مستعد. لو بعد كده بعد كل ده كمل في الاهمال وفي الفتور الروحي، هل الانسان ده يكون ليه عذر؟ اي حد فينا النهارده لو سلم ودعته ربنا يدي للجميع يا رب طول العمر والصحه، وقفت قدام ربنا هتقول ايه ربنا؟ معلش ما كنتش واخد بالي؟ كل ده ومش واخد بالك؟ معلش ما تلفتش نظري بكل الكوارث اللي بتحصل على الارض؟ خلي بالكم، المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس اللي بيقول لك استعد لاستقباله. امين. تعالى ايها الرب يسوع. ربنا يكون مع حضراتكم جميعا، واسف لو كنت اخطات في شيء، سامحوني. ربنا يبارك حضراتكم.